أزيد من 1,800,000 طالب جامعي موزعين على 115 مؤسسة جامعية التحقوا بالمقاعد الجامعية للموسم الجامعي 2024-2025. سنة ستعرف تجويد التعليم العالي مما يتماشى وما يطلبه الطلاب الجامعيون. الحكومة التي ستواصل من خلال مختلف نشاطاتنا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل دمقرطة التعليم تجويده، وهذا لأن البلد الجزائر المنتصرة تسعى إلى بناء مواطن بالمعرفة، مواطن يبني شخصيته بالمعرفة. التهديدات السيبرانية التي يشهدها العالم جعلت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، كون أن الجزائر تتطلع لتطوير البلاد وحماية السيادة الرقمية، ليلتحق بالمدرسة 220 طالبا في الدفعة الأولى. نجسد بكل فخر واعتزاز قرار السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء 12 سبتمبر 2023 الذي أمر من خلاله باستحداث مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التحول الرقمي يقضي ويستلزم التعامل مع البرامج والمعطيات الإلكترونية بذكاء وبحذر، وهذا ما تم القيام به عبر إنشاء مدرسة وطنية عليا في الذكاء الاصطناعي ثم في الأمن السيبراني. هذا وقامت وزارة القطاع بتحريك خطوط التعليم العالي، وذلك بإنشاء وتعزيز شبكة المدارس العليا ومسارات التكوين وتطوير الإعلام والاتصال، وكذا الحوار مع الجميع وتعزيز الريادة الرقمية والذكاء الاصطناعي.